لا في ارض الواقع نشوف سد الرؤساء المجلسية، لا القانون اعطاك الماده 76 في مقررها بناء بدون رخصه الهدم. ثم جاء او الاستثناء هذا نحكي على الاصل كاين استثناء. جاء قانون 0805 لغرض تسويه البنايات المنجزه بدون رخصه وقبل مشيده قبل سنه 2008 الا انه لا يزال سليم مفعول الى حد الساعه وله احكام خاصه. والناس كامله تعرف قانون 0805 عن ظهر القلب. ثم جاء المرسوم التنفيذي 2255 على الاحكام الخاصه. المرسوم التنفيذي 2255 البنايات غير مطابقه لرخصه البناء. يعني رخصه البناء كاينه والبنايه غير مطابقه. المتعلق بتسويه البنايات غير مطابقه لرخصه البناء جاء احكام خاصه تتعلق بالتسويه وفقا لشروط وضوابط مقابل دفع غرامات ماليه. البناء غير مطابق للبناء المرسوم التنفيذي 2255 بين الضوابط بدقة ما خلاش مفتوح للأهواء، بين من حيث الارتفاع زيادة في المساحة والواجهات وفق لضوابط، وأن مطابق البنايات التي تحتوي على رخص البناء بعد سنة 2008 وغير مطابق رخص البناء المسلمة من حيث الارتفاع والزيادة في المساحات والواجهات بشرط أن يكون تعدي. هذه القراءة في المرسوم التنفيذي 2255 أن يكون التعدي في المساحة المحيط الخاص بالمالك، مش يتعدى على مساحة الجار أو مساحة خضراء. أفقيا التعدي على مساحة التراجع للملكية نو، لا يكون التعدي على الملكية الخاصة أو الملكية العامة، حيث أن المرسوم 2255 لتسليم رخصة معدلة تسلم رخصة معدلة وتسوية شهادة المتفقة حسب القانون 2255. مراحل التسوية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 2255 ما عندكم حق كامل في نسخة من هذه المداخلة وتمكنوا منها. أنه يتم إيداع إلى افتراض رخصة البناء معدلة أو شهادة مطابقة على سبيل التسوية لدى مصلحة التعمير. التحقق بالوثائق الضرورية المشكلة للملف ويسلم له وصل استلام في نفس يوم الإيداع. يرسل الملف إلى لجنة الشباك الوحيد المختص في أجل لا يتعدى 48 ساعة. تقديم الملف إلى رئيس لجنة التسوية من طرف لجنة الشباك الوحيد 43 ساعة. تعالج لجنة التسوية الطلب وترسل بطاقة تحضير مرفقة بالملف إلى الشباك الوحيد لأجل أقصى شهر. تحضير الطلب من طرف الشباك الوحيد المختص وفي الأجال المحددة في المرسوم. القرار الذي يصدر من طرف الشباك الوحيد بعد استيفاء هذه الشروط. وتلك قرارات لا رابع لهما.
قرار بالموافقة، يا بالموافقة بتحفظات يا بالرفض. السادة الرؤساء مجال شعبي البلدي، الكلام هذا موجه لكم مباشرة، ثلاث قرارات تصدروا 53، يا بالموافقة، بالموافقة بتحفظات بالرفض. الرأي بالموافقة يعد قرار يتضمن قصد بناء معدلة أو شهادة مطابقة على سبيل التسمية، حتى في المرسوم بالنموذج التسمية هذه. رصد بناء معدلة أو شهادة مطابقة على سبيل التسوية بعد دفع الغرامة. قرار ثاني، الرأي بالموافقة بتحفظات. بعد قرار يتضمن رصد بناء معدلة أو شهادة مطابقة على سبيل التسوية بعد رفع التحفظات ودفع الغرامة. يعطي قرار بتحفظات يسلك الغرامة يرفع التحفظات يمكنه القرار. الرأي ثالث، رفض. إذا ممكن يدخل في مساحة الغير، تعدل مساحة خضراء. عطاو دو ايطاج درسيس كاين امور ما فيهاش تسوية. الراي بالرفض يتم هنا اللي عنده راي بالرفض له الحق في ايداع طعن لدى الولايه، ايداع طلب طعن لدى الوزاره بالنسبه لفروع السبيل والسلام لطاقه الوزير، وله حق اللجوء الى القضاء. تحديد القيمه الغرامه المواد على رقم 22 من المرسوم تبينهم بالتفصيل، كاين 15000 50000 وكاين النسبة المئوية. من بعد نقلها لكم باش تفهموها تخي تخي بيان، باش تعرفوا كيفاش ديروا الغرامات، كيفاش تحسبوا لهم بالديتاي. الفصل الثاني، صلاحية رئيس البلدية في إجزاء القرارات. قلناها مرارا وتكرارا، رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول الأول في البلدية، وله في عند إنجاز أي جناية بدون رخصة. والمكنة هذه يمكنها للمجتمع لحكمة وسرعة التنفيذ. إن المشرع نظم أحكام الهدم في القانون 99 مواد 60 وما يليها والمرسوم التنفيذي 15 من المواد 70 إلى 85، أو يعني إطار قانوني لابس الهدم. 99 معدل في القانون مرسوم 0405 ليزارتيكل 60 فما فوق، والمرسوم التنفيذي 15 مواد 70 85. بالتفصيل، إذ تعد رخص الهدم آداب إجبارية يلتزم بها كل شخص طبيعي أو معنوي ينتمي إلى قانون العام أو الخاص، أنه لا يمكن القيام بعملية هدم بدون حصول مسبق على رخص الهدم. ما نصوروش هدم بدون قرار لمدة القرار شفهي رهن. لا، أي هدم سواء كان بناء بدون رخصة، وبالرجوع إلى نص المادة 68 من القانون 29 أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختص إقليميا دون سواه، سواء رخصة البناء كانت مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير. ممكن تصوروا رخصة البناء صادرة من عند وزير ممكن تكون عمرها، رخصة الهدم رئيس البلدية، رخصة البناء مسلمة من طرف السيد الوالي، رخصة الهدم ترجع لرئيس البلدية، رخصة البناء مسلمة من طرف رئيس البلدية، رخصة الهدم رئيس البلدية. في كل حالة رئيس البلدية هو المسؤول رقم واحد على الهدم. القانون أعطاه صلاحية هذه، ماذا صلاحية؟ أعطاه القانون ما أعطاه له الدواء. إجراءات تحضير وتسليم رخص الهدم. إن القانون يشترط الحصول على رخص الهدم اتباع إجراءات معينة، وهي تقديم طلب رخص الهدم، يعني قرار وكذا رخص الهدم. قرار الهدم كعقوبة. كان رخص الهدم هذا لازم نميزوا بيناتهم. حنا في البند الثاني هذا اجراءات التحضير وتسليم رخص الهدم، خرجنا من قرار تاع الهدم قلنا في جانب تاع رخص الهدم. اذا القرار يشرط الحصول على رخص الهدم باتباع اجراءات معينه، تقديم طلب رخص الهدم عمل الاحكام ماده 72 من المرسوم، يشرط طلب المرفق بالوثائق المحدده للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ويعرض على الشبكه الوحيد وتدرس وتسلم بشكل قرار اداري. المرسوم جاء باستثناء أنه لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي رفض طلب مدح رخصة الهدم أحيانا بناء أي سقوط والهش، ورئيس البلدية يمتنع إصدار قرارات. لا، القانون يجب عندما يكون هدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد انهيار البناية، هنا سلطة الإدارة مقيدة ويتدخل السيد رئيس المجلس الشعبي بمنح الرخصة. فضلا عن ذلك أن المشرع تطلق بأحكام خاصة حتى في القانون في شأن البنايات أي لا يكون هي يعني البريمير ريسبونسابل تاع الكوميون وريفيت البنايات الهشة وزلزال
ماده 76 قانون 29 بين تبديلها انه بعد اعتراف تلقي سيد رئيس مجلس الشعب البلدي او الوالي المختصين بمحضر معينه بناء بدون رخصه يوجه رئيس المجلس الاجراءات التي تحدث الشعب البلدي المختص بمخالف اعذاب الكف عن البناء واعاده الاوضاع للمكان عليها. يلزم السيد رئيس المجلس الشعب البلدي اصدار قرار هدم اجل اقصى 8 ايام تسليم تاريخ استلام المخطط. في حال عدم اصدار السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرار هدم بعد انقضاء المده يتولى السيد والي الولايه اصداره في اجل لا يتعدى 30 يوم. السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي يخطط بمخطط بناء برخصه يدير الاعداد بالكف يرجع الاوضاع للحاله التي كانت عليها من قبل ويوجد القرار نتاعو في ظرف تاع 8 ايام. اذا فات مده 8 ايام ما يقدرش يصدر قرار. يدخل السيد الوالي عيط له صوت حلو. كان شفنا فاتوا عندنا نزاعات في مجلس الدوله اي نقاط كيما هو. اذا دخل السيد رئيس الشعب البلدي بناء ونقولوا بعد 15 يوم وبعد 20 يوم وبعد عام ولا تبلي كومبيتون. السيد الوالي هو اللي يدخل ويصدر قرار في ظرف 30 يوم. تلاحظوا ان المشرع اعطى مواعيد قليله. سيد رئيس المشرع في الوالد اعطى 8 ايام، سيد الوالد 30 يوم، كله في حدود الاختصاصي. هذا كل باش نقلصوا من البنايات البنايات غير مطابقه لشوهه المنظر الجمالي للمدن. وانه سيد رئيس المشرع البلدي يهدد اشغال هدم وفي اجل ذلك يجوز له تسخير القوى العموميه عند الحاجه ويتم تحسين تكاليف الهدم من ذمة المخالف عن طريق الضرائب المباشرة. حان الوقت للسادة رؤساء المجلس الشعبي البلدية باش يمارسوا صلاحياتهم كاملة. وإن تبدو الغاية من هذه الإجراءات هي تحقيق الفعالية والسرعة في قمع الجرائم البناء الفوضوي. وذلك من أجل من خلال تمكين الإدارة من اتخاذ قرار هدم التنفيذي وتحسين نفقات دون اللجوء إلى القضاء. وإن هذه السرعة التي يفترض ان يتم فيها هدم الغرض منها عدم فتح المجال المخالف للتمادي والبناء غير مرخص به والذي يتسم بالفوضى. اشكركم على حسن الاصغاء. بارك الله فيكم.